بسم الله، دلوقتي أنا هبدأ الشغل وهبدأ أرسم حائط. فأنا عندي دلوقتي شاشة صغيرة، فالنوافذ الأربعة دول مش مناسبين ليا، فهنزل تحت كده ألاقي بعض النوافذ موجودة. هقول له أنا عايز أخلي النافذة واحدة بس هي اللي موجودة، أكبرها، وهاجي من أرتكشر أقول له أنا عايز أرسم وول. تمام، أول ما بختارها بتطلع لي قايمة بيقول لي اختار الحائط اللي انت عايز ترسمه، بيديني انواع كتيره من الحوائط. عندي حاجات كونكريت، عندي حاجات كيرتن وول، وبيقول انت عايز ترسم لينير ولا عايز ترسم ارك ولا عايز ترسم كيرف زي ما انت عايز، وعايز ترسم محاذاه من اليمين ولا من الشمال ولا من النص كلوز. عايز اول ما تخلص حوائط هو اوتوماتيك يوصل اول نقطه لاخر نقطه، يخلي بينهم حوائط اوتو كونكت، يعني أول ما بخلص الحيطة بلاقيها متوصلة بحيطة تانية أرسمها بعد كده. فرسمت أول نقطة، تاني نقطة اللي هي مكملة معايا، ممكن أرسم تالت نقطة، رابع نقطة، خامس نقطة، وهكذا. الدايمنشن بتاعي الهاي والويتس، البروبرتيز لو أنت عايز تعدل أي خاصية من البروبرتيز هيت. فهاجي أقول له ماشي أنا عايز أرسم وول، حدد أول نقطة وأسحب. تمام، ولما اخلص خالص احس ان انا خلصت رسم ادوس رايت كليك اخرج من امر الرسم بتاعي. ممكن اقول له انا عايز ارسم ارك، فتبدا ترسم ارك من اي نقطه انت عايزها بالشكل ده. تمام، ولو انت عايز تشوفها في 3D اجي هنا اقول له انا عايز اشوفها ايزومتريك، عايز تغير الشكل بتاعها اقول له عايز بس اشوف في الموديلنج بالشكل دوت. دلوقتي انا هرجعها للتوب. تمام، وبلاقي عندي حاجه هنا اسمها كريت اوفست، لو انا عايز احرك حائط من مكانه بديله انا عايز احركه مثلا في الاكس مثلا بمقدار 50 مثلا او 55. تمام، واروح مع حد الحائط اللي عايز احرك 55 اهو، يعني ممكن ده برضه احركه في الاكس مثلا 55، حرك ده 55. تمام، بالشكل ده. هنا لازم اكون عامل سبيس، هروح حول لي السبيس دي الول، السبيس بجيبها من هنا هنشرحها بعد كده ان شاء الله. هنا ده لو انا عايز اعمل بريك في الول، يعني عندي الول اللي انا عايز اعمل فيها بريك اقول له انا عايز اعمل بريك، بيقول لي حدد الحائط ماشي من هنا لهنا كده عمل لي بريك في الحائط دوت. لو انا عايز اوصلهم لبعض بقول له جوين تو وول، بروح احدد الحوائط اللي انا عايز اعملها جوين بتبدا توصل معايا بالشكل ده. تمام، وكل اي امر هتختاره هيبدا يجيب لك قايمه برضو، يعني حتى لو انت اخترت مثلا استراكشر، اخترت مثلا من استراكشر تلاقي حاجات كتير جدا، تقريبا كل حاجه هتحتاجها تلاقيها. اقول له انا عايز مثلا بليست الكولوم ستيل الكولوم، بيبدا يجيب لي برضو قايمه هنا بتبدا تختار النوع بتاعي، وبتختار انا انت عايز النقطه المركز تحتي اللي انا احط منها من التوب ولا من السنتر ولا سنتر سنتر ولا البوتوم رايت زي ما انت عايز، وتبدأ تحط العمود زي ما انت في اي مكان انت عايز. تمام، وهتلاقي هنا مثلا ستيل فريمد بيلدينج، هتلاقي كل حاجة انت محتاجها في التخصص بتاعك سواء اركتكشر استراكشر اتشباك بلومنج. هتلاقي فيها مكتبة كبيرة تبدأ تستعين بيها في ان انت ترسم اي حاجة انت عايزها زي ما نشوف ان شاء الله في الدروس اللي جاية بإذن الله.